مشعل من اليمن يقول: الوالدة الله يحفظها تقول ما يجوز نرمي الأظافر إذا قصيناهم في الأرض، لأن تقول تجيب الفقر، ويقولون إنه الشيطان يأخذ الأظافر ويسحر أصحابه إلى غير ذلك. مشعل بارك الله فيك، أولا ما ثبت عندنا في الأحاديث الصحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إلقاء الأظافر هكذا من دون دفن، ما عندنا شيء. ورد عن علي رضي الله عنه بأنه يعني أمر بدفن الأظافر والشعر إذا يعني قصه الإنسان، قال حتى لا يتسلط عليه السحرة، هذا ورد عن علي رضي الله عنه، ولذلك ما عندنا. يعني الإنسان لو قص أظافر وشعر ورماها في سلة المهملات، رماها مع الصرف الصحي، رماها على المزبلة، دفنها، الأمر واسع في هذا. الأفضل والأكمل أنها تدفن أو تلف بشيء وتلقى مثلا، أو تحرق أو تقطع مثلا، بحيث أنه أفضل، لأنه قالوا بأن السحرة قد يتسلطون على مثل هذا. وهذا حقيقة من الوازع الطبعي، يعني يأنف من رؤية الشعر المقصوص ومن رؤية الأظافر المقلمة، وفي وازع طبعي عند الإنسان ما يحب يشوف أظفر على الأرض، ما يحب يشوف مثلا شعر ملقى، ولذلك إما يحرق إما يدفن إما يعني مع الصرف الصحي، هذا أفضل بارك الله فيك.